أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العرب اللندنية تسارع في وتيرة تدفق المخدرات الإيرانية إلى العراق. في المدى تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في العراق منذ دخول الجائحة. في العربي الجديد، العراق يخفف قيود مكافحة كورونا رغم ارتفاع الإصابات والوفيات. في عربي 21، تلاعب ببيانات سكان مدن سنية قبل الانتخابات العراقية. في الزمان، آليات مجهولة تجرف تلا لبوابة نرجال الأثرية في الموصل دون سابق إنذار. في الشرق الأوسط، عقار لعلاج الجذام مرشح لمواجهة كورونا. وفي القدس العربي، بايدن يتهم بوتين بأنه قاتل وموسكو تستدعي سفيرها. التغيير الديموغرافي في محافظة نينوى موضوع تناوله الكاتب حسين السبعاوي في مقالة جاء في بعضها إن التغيير الديموغرافي في محافظة نينوى أصبح مقننا دستوريا من خلال المادة 140 من الدستور، على خلاف بقية المحافظات التي اعتمدت على التهجير القسري للسكان. بدأ التغيير الديموغرافي في نينوى منذ بداية الاحتلال عام 2003، وبدون حدث سابق مثل ما حدث من التغيير في بعض المدن بعد تفجير مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري رضي الله عنهما في سمراء، ولم يحدث أي صراع بين مكونات الموصل من كرد وعرب وتركمان ليكون مبرراً لهذا التغيير كما حدث في المحافظات الأخرى. بل منذ مجيء الاحتلال أعد الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر قانوناً سمي بقانون الإدارة المحلية، ووضعت المادة 58 التي تخص ما تسمى بالمناطق المتنازع عليها، وقد ألزم من يكتب الدستور أن يضمن هذه المادة فيه. وعندما كتب الدستور عام 2005 أدرج فيه المادة 140 منه، والتي نصت على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في كركوك والموصل وديالى وصلاح الدين، واعتبرت المادة 140 أن المناطق المشمولة بها هي كل من قضاء مخمور وناحية الجوير والحمدانية وتلكيف وسنجار وناحية الشمال وقضاء تل عفر، فكلها اعتبرت متنازعاً بين الحكومة الكردية ذات البعد القومي في الشمال والحكومة المركزية ذات التوجه الطائفي في بغداد. أما المرحلة الثانية من التغيير الديموغرافي في نينوى فقد بدأت بعد عام 2014 عقب سيطرة تنظيم داعش على المحافظة، وما تبع ذلك من دخول ميليشيات الحشد إلى المحافظة وشراء المنازل المدمرة من قبل جهات مشبوهة. ويضيف السبعاوي إن ما جرى في المدينة جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية، وقد مورست فيها الانتهاكات كافة من قتل واعتقال وتشريد للسكان. بايدن أم ترامب بالنسبة لإيران؟ تساؤل تناول الإجابة عنها الكاتب منقذ داغر في مقالة جاء فيها إن الجدل الدائر في واشنطن اليوم حول الانسحاب من المنطقة سينتهي إلى مزيد من الضغط الناعم على إيران مع خيارات عسكرية مفتوحة. عندما وصلت الهجمات الصاروخية إلى السفارة الأمريكية في بغداد، أدركت الإدارة الأمريكية أنه لا يمكن وقف هذه الهجمات دون تحميل إيران المسؤولية المباشرة عن أعمال وكلائها عبر استهداف إيران مباشرة. هذا كما يبدو كان الدافع وراء اغتيال سليماني والمهندس، ونتيجة إبلاغ إيران بتحملها المسؤولية عما يحصل في العراق شهدت الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب
فترة راحة للقوات الأمريكية من الهجمات، لذلك فإن تصاعد الهجمات على الأمريكان في العراق خلال الأشهر الأولى من فترة بايدن هو نتيجة عدم إرساء إدارة بايدن لقوة ردع أمريكية ضد إيران، ورغم إشادته برد الفعل العسكري الأمريكي على الهجوم الذي استهدف مطار أربيل، إلا أن بايدن تلقى تحذيرات بعدم كفاية الرد على إيران. إني أتلمس وإن كنت غير متأكد بعد ملامح سياسة بايدنية مختلفة، ظاهرها الرحمة وباطنها شديد الوطأة على إيران، فالأمريكان كما يبدو وعوا درس نشوء داعش وإطلاق يد إيران في المنطقة نتيجة سياسة الانسحاب الأوبامية، لكنهم يعون أيضاً أن سياسة ترامب لم تحد كثيراً من توسع القوة والنفوذ الإيرانيين في المنطقة. لا، بل إن الخطاب الأمريكي المتشدد أعطى الشرعية للمتشددين والحرس الثوري في إيران وأتباعه في العراق ليزيدوا قوتهم وهجماتهم، خاصة أن إدارة بايدن انسحبت من سوريا وقلصت وجودها العسكري في العراق إلى أدنى حد منذ 2014. أضيف الكاتب: مثلما يطمح التيار المتشدد في واشنطن والمنطقة إلى مزيد من القوة الأمريكية الخشنة، فإن التيار الإيراني المتشدد سيكون هو الآخر أكثر ترحيباً ببعض تلك القوة التي تضمن إدامته وحفاظ مكاسبه التي بدأها في عهد أوباما وعززها في عهد ترامب. وزيرة الصحة السابقة عديل حمود كانت محور مقالة للكاتب خضير طاهر، جاء فيها: في زمن عديل حمود حينما كان يذهب المريض إلى المستشفى العراقي كان ينصح بالذهاب إلى إيران للعلاج. بمناسبة إجبار إيران مصطفى الكاظمي على زيادة الميزانية بشكل لم يسبق له مثيل في الوقت الذي يعاني فيه العراق من أزمة مالية، والقصد معروف إذ إن إيران شريك دائم في ميزانية العراق، تأخذ من الميزانية حوالي 70%، وما تبقى يأخذه العراق ولصوص الأحزاب. بهذه المناسبة حصلت جريمة وخيانة وطنية كبرى قامت بها وزيرة الصحة عديلة حمود في زمن حكومة حيدر العبادي، ولم يسلط عليها الأضواء بما يكفي. تفاصيل الجريمة هي منح عديلة حمود بصفتها وزيرة للصحة عقد استثمار لشركة أدوية إيرانية تابعة للحرس الثوري، وبموجب العقد يدفع العراق الأموال للشركة كي تجلب المعدات والعمال، ويعطيها قطعة أرض ويشتري من الشركة كافة منتجات الأدوية الفاسدة بأعلى الأسعار. ومن المؤكد أن معظم الفواتير مزورة بنسب بيع أكثر مما هو حقيقي من أجل سرقة أموال العراق. والسؤال هو: ما دام العراق يدفع تكاليف تشغيل وإنتاج الأدوية لإيران، فلما لا ينتج هو الدواء بدل منح كل هذه المزايا والتسهيلات لشركة إيرانية؟ ولما لا تختار شركات أدوية رصينة من ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا كي يستفيد المرضى العراقيون من جودة الأدوية؟ تلك الجريمة حصلت أمام أنظار حيدر العبادي ولم يحرك ساكناً، ووافق عليها وهو صاغر ومطيع لأسياده الفرس. العبادي الذي صدع رؤوسنا بأكاذيب الضرب بيد من حديد على الفساد. ويضيف الكاتب: كان ذلك بناء على تعليماتها كي تستفيد إيران اقتصادياً من تدمير القطاع الصحي العراقي. الآن إلى صحيفة فورين بوليسي، وجاء فيها مقالة بمطلعها كتب كاتبها يقول: الهجمات الصاروخية في العراق والدعم الإيراني الذي يقف وراءها موضوع تناوله الكاتب رانج علاء الدين في مقالة جاء فيها: تركز إدارة بايدن حاليا على الجهود الدبلوماسية لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، ما قد يجعل واشنطن لا تتهم إيران بشكل مباشر بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية. تواصل الجماعات المتحالفة مع إيران مهاجمة أفراد الولايات المتحدة والتحالف في العراق، بما في ذلك هجوم الثالث من آذار الذي تضمن إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ على قاعدة تضم عسكريين ومدنيين.
تأتي الهجمات وسط سلسلة من الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنتها الميليشيات المدعومة من إيران ضد أفراد أمريكيين منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، بما في ذلك هجوم 15 من شباط على أربيل، والذي أسفر عن مقتل مقاول مدني وجرح 9 آخرين. لقد كان هجوم أربيل تصعيداً كبيراً وشكل أول هجوم خطير من قبل الجماعات المتحالفة مع إيران تحت إشراف إدارة بايدن، وهو الهجوم الذي دفع واشنطن بعد 10 أيام إلى إصدار قرار بضرب الجماعات المسؤولة عن الهجوم في سوريا، حيث تم نشرهم أيضاً بدعم من نظام بشار الأسد. تتمثل إحدى النقاط المحورية في الجدل حول الهجمات الصاروخية من قبل الميليشيات المتحالفة مع إيران فيما إذا أمكن نسبتها إلى طهران، وهو الإسناد الذي قد يشكل ملامح المشاركة الأمريكية مع إيران بشأن البرنامج النووي وردود انتقامية محتملة عسكرية وغيرها ضد طهران ومصالحها في المنطقة. تتمتع إيران بسجل حافل بإنشاء واستخدام الميليشيات لمهاجمة خصومها، وتعتمد على وكلائها لتقليل مسؤولياتها عن الفظائع المرتكبة، وتشكل درجة معقولة من الإنكار. يقول رانج علاء الدين أيضاً: في أعقاب هجوم أربيل أعلنت واشنطن أنها ستترك تحديد هوية الجنة لحكومتي كردستان وبغداد، فنقلت العبء إلى حليفين ضعيفين قد يقعان في مرمى الجماعات المتحالفة مع إيران إذا نُصبت الهجمات إلى النظام الإيراني علناً أو رسمياً. الآن إلى مقالة جديدة في صحيفة الشرق الأوسط، وجاء فيها: الجدل بشأن لقاحات فيروس كورونا وما أحدثه من ضجة حول العالم. موضوع تناوله الكاتب عثمان ميرغاني في مقالة جاء فيها: سيستغرق الأمر سنوات لتحقيق مستوى مقبول من المناعة العالمية، وهو ما جعل خبراء الصحة في عدد من الدول يحذرون من أن الجلبة الحالية في أوروبا حول اللقاحات قد تؤدي إلى انهيار استراتيجية اللقاح بكاملها. كلام كثير أثير حول هذا الموضوع بعدما أعلنت بعض الدول ومعظمها في أوروبا تعليق استخدام اللقاح في إطار مبدأ الوقاية عقب إصابة عدد محدود من الناس بجلطات بعد تطعيمهم. الخطوة قوبلت بانتقادات من علماء وخبراء قالوا إنها تحدث ضرراً ببرامج التطعيم وتثير مخاوف الناس، في حين أنه لا توجد بيانات كافية أو دلائل قاطعة تربط اللقاح بالجلطات وتبرر تعليق استخدامه. وانضمت منظمة الصحة العالمية إلى العلماء والأطباء والخبراء الداعين إلى عدم وقف عمليات التطعيم بلقاح إكسفورد استرازينيكا، مشددين على أن فوائد استخدامه في تقليل الإصابات والوفيات بالفيروس أكبر بكثير من عدم أخذه. البيانات التي قدمتها إكسفورد استرازينيكا تظهر حدوث أقل من 40 حالة جلطة دموية من بين 17 مليون شخص تلقوا المصل في بريطانيا وأوروبا، وهو أقل بكثير مما يمكن أن يحدث بشكل طبيعي في عدد سكان بهذا الحجم. وقالت شركة أسترازينيكا إن نسبة الجلطات بين متلقي لقاحها لا تزيد عن نسبتها بين متلقي لقاحات كورونا الأخرى. هذا الرأي دعمه خبراء رأوا أن رد الفعل الأوروبي مبالغ فيه وتترتب عليه نتائج ضررها أكثر من نفعها، نظراً لحاجة أوروبا إلى تطعيم سكانها لمواجهة موجة ثالثة، معتبرين أن مخاطر الإصابة بجلطة نتيجة تناول النساء حبوب منع الحمل قد تكون أعلى من مخاطر لقاح كورونا. ويضيف الكاتب: ما لم يطعم غالبية سكان العالم لن يتحقق المستوى المطلوب من المناعة، وسنظل ندور في حلقة مفرغة تصعب معها السيطرة على الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
التوغل الإيراني في الخليج العربي موضوع تناوله الكاتب علي الذهب في مقالة جاء فيها إن مقتربات إيران للنفوذ إلى منطقة البحر الأحمر تزداد تباعا وتتنوع وفقا لما تراه مناسبا لتحقيق أهدافها. يدور في أروقة المنظمة البحرية الدولية لسلامة العمل البحري التابعة للأمم المتحدة حديث خافت عن مساع إيرانية لإدراج البحر الأحمر ضمن المناطق البحرية شديدة الخطورة، ولم تكشف المنظمة عن هذه المساعي رسمياً، والمتوقع أن يناقش الطلب الإيراني في اجتماع لمجلس رئاسة المنظمة في شهر نيسان المقبل في مقرها في لندن. وفي حالة الإجماع على ذلك يحال الموضوع إلى جهة مختصة بالتصنيف. تأتي هذه المساعي في ظرف تتعرض فيه السفن الإيرانية إلى هجمات في المنطقة الممتدة من بحر العرب مروراً بالبحر الأحمر وحتى البحر الأبيض المتوسط، وما تثيره إيران بشأن مضايقات البحرية الأمريكية للسفن والبحارة الإيرانيين في هذه المناطق، إلى حد تبلغ معه هذه المضايقات تهديد سلامة السفن وأمن طواقمها. وفي مقابل ذلك تتعرض السفن والموانئ النفطية السعودية في البحر الأحمر لهجمات متواصلة بالصواريخ والطائرات والزوارق المسيرة من جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً بهذه الأسلحة. وكان رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري قد كشف منتصف كانون الثاني الماضي عن اعتزام القوات البحرية الإيرانية إدراج البحر الأحمر ضمن مهمات دورياتها البحرية في أعالي البحار، في الوقت الذي ترابط فيه سفينة إيرانية اسمها سافيز قبالة السواحل اليمنية جنوبي البحر الأحمر منذ بضع سنوات. ويضيف الكاتب إذا تحقق لإيران ما تصبو إليه فسيكون لذلك تداعيات اقتصادية وتجارية وعسكرية على أمن دول البحر الأحمر، ومن ذلك زيادة أقساط التأمين على السفن وعسكرة هذا البحر. أعلنت هيئة مراقبة خصوصية البيانات في فرنسا أنها فتحت تحقيقاً حول التطبيق الصوتي الأمريكي كلوب هاوس الذي حقق شعبية واسعة حول العالم مؤخراً. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن التحقيق يرمي إلى تحديد ما إذا كانت قواعد الحماية الأوروبية تنطبق على الشركة الأمريكية، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات عقابية إذا سجلت مخالفات. ويوفر كلوب هاوس غرفاً رقمية حيث يمكن للأعضاء بدء محادثات أو الدخول في محادثات يمكن أن يصل عدد المشاركين فيها إلى آلاف الأشخاص. وأطلق التطبيق قبل عام ولا يزال محصوراً بالدعوات بين مستخدمي هواتف آيفون، واستخدمه مسؤولون في فرنسا بينهم وزير النقل جان بابتيست ديجباري في التواصل مباشرة مع الجمهور. لكن هيئة مراقبة خصوصية خاصة بمراقبة البيانات قالت إنه من غير الواضح كيف يستخدم كلوب هاوس الذي ليس لديه كيان مؤسسي داخل الاتحاد الأوروبي بشأن المعلومات الشخصية للأعضاء ومدى أمان البيانات. وأضافت أن عريضة في فرنسا جمعت أكثر من 10,000 توقيع حذرتها من انتهاكات محتملة للخصوصية عبر كلوب هاوس. يذكر أن سلطنة عمان أعلنت الأحد الماضي حجب التطبيق بعدما حجبته الصين الشهر الماضي. نتابع الآن الكاريكاتير.
مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. دوموا دائما بكل خير، إلى اللقاء.